اتبعت الدولة استراتيجية شاملة وموسعة لتعزيز دور المرأة العاملة بإجراءات لا حصر لها. من بين تلك الإجراءات استكمال إصدار بطاقات الرقم القومي لهن في كل المحافظات، زيادة تمثيل المرأة في المجالس النيابية، وزيادة فرص المرأة في تولي المناصب القيادية، ووضع معايير تتجنب التمييز ضدهن. اهتماماً بمرآة المجتمع، كانت المرأة المصرية في بؤرة جهود الدولة لمساعدتها والنهوض بها على جميع المحاور، فاتبعت الدولة استراتيجية شاملة وموسعة لتعزيز دور المرأة العاملة بإجراءات لا حصر لها، منها استكمال إصدار بطاقات الرقم القومي لهن في كل المحافظات، وزيادة تمثيل المرأة في المجالس النيابية، وزيادة فرص المرأة في تولي المناصب القيادية، ووضع معايير تتجنب التمييز ضدهن. لم تكتفي الدولة، فعززت تطوير نظم العمل لضمان تمثيل ومشاركة النساء في عمليات التخطيط ووضع السياسات والموازنات في الأجهزة التنفيذية، كما حققت تكافؤ الفرص في توظيفهن في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص وريادة الأعمال. لتتوالى الخطوات الحكومية بتسهيل الإجراءات لتمكينهن من إقامة مشروعاتهم الخاصة، لتشمل التوسع في خدمات تنمية الأعمال الموجهة للمرأة، والتوسع في تطبيق تجارب إنشاء تعاونيات النشاط الاقتصادي الموجهة للمرأة، كما سنت لهن التشريعات التي تراعي دورهن الأسري، وتوفير خدمات المساعدة كخدمات رعاية الأطفال والحضانات. كما سعت الدولة بكل قوة إلى تطبيق نظم التشغيل المرن والعمل من المنزل لإعطاء المرأة خيار الجمع مع الموازنة بين عملها ودورها الأسري، جهود رصدتها منظمات دولية مرموقة وأثبتت أن الدولة المصرية ساهمت بشكل بناء وغير مسبوق في رفع مؤشرات مستوى معيشة المرأة والأسرة بشكل عام في السنوات الأخيرة.